شو اسم المجمع اللي بنروحه يا استاذي الكريم؟ ها اسمه فيلاغو او فيلاغيو. فيلاغو او فيلاغي. شميزته بالخبر ابد سلامتك. مجمع يعتبر المجمعات الجديده. ايه هم بعد يعني والله ما ادري 4 سنوات يمكن او 3 سنوات. حلو. في مطاعم وفي مقاهي بس غالبا في مقاهي يعني مطاعم مقاهي جلسات خارجيه وفي نافوره راقصه يعني بال على الموسيقى بتشوفونها بعد شوي. قريب نادي الاتفاق؟ قبل نادي الاتفاق. قبل. إيه قبل قبل الصالة الخضراء. ممتاز ممتاز شيء طيب. هذا المنظور اللي تشوفونه فيلاجي وفيلاجي. حلوة ذي المنظور ها؟ نعم. هذا المنظور. هذا الحلال. إيه هذا فيلاجي. إيه شفتوا كتابة؟ لا الجواب باين من عنوانه. الجواب باين من عنوانه. هذا ستاربكس في المكان فرسان. هذا واحد من الربع الله يسلمك. جميل. صراحة عجبني يا نعيم. عجبني عن وجدان مالي اجدان. كنا اجمل. مرة. قطار للأطفال. قطار للأطفال تجول في المكان. تجول في نفس هذا المكان. بالنسبة للإحتياطيات اللي نحتاجها اليوم إنما نبغى بعض. حلوة. صليني في هذا المسجد الجميل. مسجد حلو صراحة. جميل جدا. حلوة الحركة دي من جمال. ودك تشينا معك في البيت. حلوة تنسق البيت لك بزراعة بهالطريقة. إذا حصل بعد نافورة يا سلام. ترتيب. بالأرض. أنا أحب الأرض. يأسرني التصوير بالأرض. طبعا عندي النافورة كل نص ساعة تطلع أصوات وحركات. فاحنا ننتظر الآن الساعة 7 بالضبط تطلع أصوات طيبة فنصورها لكم إن شاء الله. استعدوا الآن بتشوفون الموسيقى بتشتغل. الموسيقى بتشتغل. احنا مستعدين والشباب مستعدين.
اعلى من كذا يصير، اعلى من كذا الماي. ايه بنشوفه. يلا ارجع ورا عشان اطلعها كامل، عشان اطلعها كامل. لمدة كام يا نعيم؟ كام المدة؟ 6 دقائق. طيب نشوف الآن، نصور قبل ما تبتدي. طبعا نصور لكم تقريبا نص دقيقة قبل ما تبدأ، بعدين تبتدي. الحين 7 تبتدي، تبدأ الآن. يلا يا مزيكا، يلا يا مزيكا. ايوه شوف 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 شوف، الحين تبدا. شوف الموسيقى الان 7 دقيقة، هذه مو بسبع. لا تقولون حار بعناه، الرذاذ شفت الرذاذ يبرد لك على المسألة. ستاربكس طبعا القطار حرك، يكون فيه الأطفال والعوائل، حلو تغير جو وتاخذ فرة على المكان. طلبت جح، الشباب طلبوا ليمون.
فلاجيو فلاجيو عدل فلاجيو مرتب وحلو لكن كنافورات ما نافورات فلاجيو فلاجيو عجبني تعجبك النافورة والمياه وكذا قلنا سابقا ثلاثة ذهبنا الحزن الماء والخضرة والوجه الحسن صحيح والعصير ولا ما صورت العصير عصير الجح رهيب صراحة بس الليمون صورته بس الليمون شلون وضعه والله الليمون أحس إنه كنا عصير أبو ريال ونص حلو زين يعني بس أهم شيء يعني بردنا التبريد صحيح إيه لأن صراحة حر ورطوبة حر وايد بردنا نشكر المرشد السياحي صديقي نعيم بن إبراهيم طوع مرشد سياحي الخبر وسؤالك من هالخبر يعطيك العافية على الجلسة الطيبة هذه الله يحييك أبو سفير وصراحة هذه بيته ترى حلو بيته أيوة استأنسنا بهالطلعة معاك وإن شاء الله إن إحنا قدرنا يعني نقضي وقت جميل وياك وتعرف الخبر فيها ما كان واجد ما قصرت وبنصيد إن شاء الله الصباح أي طبعا في مجال بكرة في صيد جاهز حالك يعطيك مشكور تصبح على خير باي.